مساء الخير على كل مشاهدينا. النهاردة أتمنى تكونوا بخير يا رب. النهاردة معانا ضيف عزيز علينا جدا، هو الدكتور كمال كريم، استشاري البطنة والتنمية والتغذية الإكلينيكية بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. هنتكلم على مشكلة بنعاني منها كلنا كمصريين، القولون. عايزين نعرف الأول هو إيه، تمام، وإزاي أسبابه، وإزاي نقدر نتغلب عليه. اولا كل سنه وانتم طيبين، حضرتك بصحه وسلامه، والعالم كله بخير يا رب، ومصر بخير. احنا داخلين على حدثين مهمين جدا جدا في تاريخ المصريين او في زمن المصريين، كمسيحيين او كمسلمين. مسيحيين داخلين على الصيام، وما اكثر الماكولات اللي ممكن تبقى ليها مشاكل مع القولون والرمضان والصيام والفطار، فده كل ده حاجات هتنعكس بالسلب وبالايجاب على القولون. عايزين نقضي الفترة اللي جاية دي وبقية حياتنا ازاي نتعامل مع جهازنا الهضمي، وداخل فيها شم النسيم كمان. ده اكيد اكيد ازاي نتعامل مع جهازنا الهضمي. لو اعتبرتي ان جهازك الهضمي دي ومعدتك دي صاحبتك او اتعاملتي معها صح وفهمتيها صح، صدقيني هتعدي في كل ايام حياتك بصورة او باخرى مرتاحة تماما. عادتيها وتعاملتي معها على انها مفرمة او سوري في اللفظ يعني صفيحه مش كويسه، انت دمرتي جهازك الهضمي. المعده بيته الدق، المعده بيته الدق، تمام. انت ممكن يجي لك اعراض كتيره جدا جدا وانت متخيله ان ليها اسباب تانيه خالص، والسبب الرئيسي بتاعها انت مش عارفه تتعاملي مع جهازك الهضمي. هقول لك مثال بسيط قوي. انت عندك مثلا اسره، او انت وصحباتك مثلا اتنين صحاب رايحين تشتروا حاجه، وليكن انا اسف في التعبير، شوز. هل انتوا ثلاثة مقاس واحد؟ لا لا طبعا. يبقى كل واحد هيشتري الجزمة أو الشوز اللي على مقاس رجليه. انت خارجة هتاكله بقى بعد ما خلصتوا شراء، انت عارفة ان انت لو اكلتي الحاجة دي هتتعبي، وهي عارفة لو اكلت الحاجة دي هتتعب، لكن انا شايفها بتاكل وبتستمتع باكل زيها واتعب بعد كده. يبقى بريح رجليا لكن ما بريحش بطني، ما بريحش جهاز الهضمي. يبقى من هنا ورايح لو كل واحد فينا عمل خطة ازاي يتعامل مع جهازه الهضمي هتفرق معاه كتير قوي قوي قوي، لان بقى ليه جزء من شغلي تغذية علاجية. يعني ايه تغذية علاجية؟ يعني ازاي اكل صح عشان احمي وامنع واعالج جزء كبير من الامراض. ده اعتقد ده الاطار الخارجي، الاطار الخارجي اللي احنا ممكن نتكلم فيه. تمام. نتكلم بقى على اكبر جزء مهم او الحوار بتاعنا النهارده، القولون. تمام. الشكوى الرئيسيه انتفاخ البطن، ده اكيد من القولون. تمام. هم بيشخصوا نفسهم على فكره. اكيد القولون ده جزء اساسي من الجهاز الهضمي في الامعاء الغليظه. القولون عشان نتخيله هو مربع ناقص ضلع، مربع ناقص ضلع. طالع قولون، طالع بينتهي في حاجه اسمها السيكم، طالع بعد كده مستعرض بيلف البطن كلها، وبعد كده قولون هابط اللي بينتهي بالمستقيم اللي بينتهي فتحة الشرج. يبقى عشان تتخيله هو مربع ناقص ضلع. ليه؟ لان بيجي لك عيان كتير، انا رحت للدكتور وشخص لي القولون، القولون الدكتور في الناحيه الشمال، لا 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 ده قولون، انا جالي القولون بتاع بقى الناحيه اليمين، لا هو القولون كده. القولون ربنا خلقه بيمشي حركه دوديه عشان تنقل الاكل. كانت رسمتها كده زمان، احنا كنا بنرسمها كده. القولون ليه دور مهم وفايدة مهمة جدا في امتصاص المية، في امتصاص حاجات اسمها بروبيوتيك، من حاجات للمناعة، امتصاص فيتامين كي، فهو مهم جدا. تمام. ما هوش بس عبارة عن ماسورة بتنقل فيها الأكل وخلاص، لا ده ليه دور مهم جدا في امتصاص المية وفيتامين كي والبروبيوتيك، ده يبقى ليه دور مهم جدا. وامتصاص كمان على فكرة بعض الفيتامينز وبعض المعادن وبعض المواد اللي هي في الأكل اللي المعدة او الامعاء ما لحقتش تاخدها، ويديها للدم وترجع تاني عدول بفوائد الفضلات، بعد كده بتخش على المستقيم على فتحة الشرج وتخرج في البراز. يبقى انا لو سهلت المأمورية عليه اعتقد الوظيفة بتاعته هتبقى كويسة جدا جدا. تمام. يبقى ده جزء اساسي من اللي جاي. طيب انت جاي تشتكي، ايه شكوتك بالظبط؟ هل هي انتفاخ؟ هل هي غازات؟ هل هي امساك؟ هل هي عسر هضم؟ هل اسهال؟ ايه شكوتك؟ ولا جاي لي بحاجات تانية؟ عشان هو الاساسي الانتفاخ والعسر الهضم، دي الحاجات الاساسيه اللي بتبقى موجوده. امساك طبعا، والامساك كل واحده من دول لوحدها مرض.
لكن لما اجي احطهم في اطار انت جاي لي على اساس الهدف من الحلقه هل هي قولون عصبي ولا قولون عادي؟ ده حاجه وده حاجه. ليه؟ القولون العصبي ده مش مرض. ده مش مرض. لان ده كلمه مرض يعني معناها ان العضو اللي بيقوم بالمهمه دي عنده مشكله مرضيه مصاب. ابحث فيها زي مثلا تقرحات في الجدار بتاع القولون، الحركيه بتاعه القولون فيها مشكله في الكهرباء اللي بتمشيه، في مشكله موجوده فيها، تمام؟ في اورام موجوده فيه. انما القولون العصبي مش كده. القولون العصبي المسمى بتاعته الطبيعي اللي هو ريتابل باور سيندروم، اللي هو متلازمه القولون المضطرب او المتهيج. طب حضرتك تقبل مكالمات تليفون؟ ممكن ناخد. طب تمام، معانا امنيه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي الضغط دايما مرتفع على طول. تمام. وباخد له علاج وبرضه مش راضي يظبط نهائي، يعني بيوصل 220 230، يعني لما ينزل خالص بيبقى 190. هو طبعا انا تحت امرك يا امنية، بس هو انت موضوع الحلقه النهارده بالظبط عن القولون. تمام. انت ممكن حضرتك ممكن يعني تاخدي رقمي من الكنترول وانا اتواصل معاكي واقول لك اللي انت عايزاه كله، ان انت خرجتي بره الحلقه خالص واتكلمتي في موضوع يطول شرحه، يعني ممكن ياخد الحلقه كلها ان شاء الله. حضرتك معانا مره تانية نتكلم في موضوع الضغط العصبي. باذن الله. تمام. شكرا امنيه. ميرسي حضرتك. فالفكره فكره القولون العصبي او متلازمه القولون المتهيج، ما ينفعش كلمه قولون عصبي يعني كده هبقى متلازمه. حضرتك قلت لي قبل الهوا ان هي معناها بقالها زمن معانا، يعني مش حاجه بتظهر فجاه. لا، متلازمه يعني مجموعه اعراض متلازمه مع بعضيهم. تمام. ما لهمش علاقه ببعضيهم الا ان هم مركزهم او يتقال ان هو ليهم دور معهم مع القولون، وبقالهم فتره زمنيه يعني مزمنه. عشان كده كلمه مزمن. مزمن. تمام. يبقى اولا هو متلازمه قولون متهيج، مرض مزمن بيبدأ من الصغر. يعني ما ينفعش أشخصه لحد عدى 50 سنة. ما ينفعش، ده لازم يكون عنده تاريخ مرضي من بدري قوي قوي. يعني لو الأعراض دي جات لحد فوق 50 سنة يبقى مش قولون العصب. استوب بقى هنا، دور لازم أبحث عن اللي حصل بالظبط، لأن هنا ممكن يبقى فيه سبب مرضي ومرضي كبير. ممكن توصل لأورام. يبقى ما أقدرش تجيلي عندي 50 سنة إلا لو أنا بقى ما باخدش منك هيستوري في الحالة كويس، تاريخ مرضي في الحالة كويس. ده مرض بيسيب الناس كلها، مفيش حد بيستثنى منه، مش كلها كلها يعني العينه منه. من 20 ل 50 يعني في الحياه لازم الواحد يكون عدى عليه على الاقل مرتين او حاجه. من 20 ل 30%، يعني واحد من كل 5 بني ادمين عنده متلازمه قولون متهيج. السن مش متحدد بسن طالما ببتدي في تشخيصه من بدري. لكن تاني زي ما بقول لحضرتك، ما ينفعش اشخصه بعد 50 سنه. رجاله وستات الاثنين بيتصابوا بيه، ولكن الستات اكتر شويه. تمام. ان ضغوطات الحياه بتبقى عليهم اكتر شويه، فبيبقى الاصابه بيهم اكتر شويه. الاعراض اللي هنطلع فاصل، معلش انا اسفه، هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل ونعود ان شاء الله. رجعنا من الفاصل. دكتور كمال، دلوقتي انا عيانه جيت لحضرتك، حضرتك شخصت لي ان انا عندي قولون عصبي. ايه التشخيص بناء عن ايه؟ تمام. او ايه الاعراض ممكن تكون عندي حضرتك؟ تمام. متلازمه قولون متهيج. في مجموعه اعراض. مش هقول قولون عصبي تاني. لا، ما ينفعش. خلاص هطلع من الحلقه دي اقول كده بس. ده اساسي، انت استاذه. تمام. في كذا عرض العيان بيجي لي بيه. اولا المرض ده عشان اشخصه انا بكون عملت مع العيان ده فحوصات كتيرة قوي قوي، أو العيان ده جاي لي بفحوصات معمولة سونارات وأشعة تلفزيونية وأشعة مقطعية ومناظير وتحاليل وقصة كبيرة قوي قوي، ومش لاقي حل يا حرام. تمام. بالراحة كده بتقعدي مع العيان بتفهمي منه. تمام. كلمة متلازمة قولون متهيج يعني معناها إن في اضطراب في جهازك الهضمي بيحصل لك مرة أو مرتين في الأسبوع على مدار 3 شهور. ده بياخد أشكال مختلفة. عشان كده بنقول وقلنا قبل كده قبل ما أطلع مع حضرتك مع الحلقة، ما ينفعش الكل يبقى ماشي في حاجة واحدة. طيب. بمعنى إيه؟ في قولون عصبي أو قولون متهيج أو متلازمة جايالي بإسهال. ده العيان ده بيتميز بإيه؟ إن حركية القولون عنده سريعة
فما بيلحقش يمتص الميه اللي هي جزء من وظيفته فبينزل اسهال. واحد تاني جاي بامساك، تمام، يبقى حركيه الجهاز العصبي بتاع القولون بطيئه فبيمتص الميه قوي فيجيله امساك وينزل البراز بتاعه ناشف تمام وبينزل بصعوبه. عيان تاني بيجيله نوبات اسهال نوبات امساك تمام، ده في نفس ممكن في نفس الاتاك في نفس اليوم في نفس اليومين ثلاثة أربعة. في عيان تاني شهور امساك وشهور اسهال، يبقى بالتالي اقدر بعد قد ايه يبتدي يلاحظ؟ في احنا بقول لحضرتك ان مره او مرتين في الاسبوع على مدار اخر ثلاث شهور. أوكي. ده اللي كدكتور هبتدي اشوف الموضوع ده، يقول هنا انا عندي مشكله لازم الجا له. تمام، يبقى هل كده في روشتة تنفع للجميع؟ لا ما ينفعش اكيد، لان انت جالي بشكل ده جالي بشكل، طبعا بيصاحبها مغص او تقلصات في البطن. المغص او التقلصات في البطن ده بيرتاح لما العين يخش يعمل حمام. تمام، والحمام بتاعه غالبا بيبقى البراز بتاعه زي ما احنا قلنا اسهال يا امساك، وممكن يبقى معاه شويه دوزنتاريا اللي هي شويه افرازات بسيطه. هنا هفرقه عن العيان اللي عنده قولون الهضمي، اللي عنده عسر الهضم، تمام، اللي عنده مشاكل في القولون اللي هي مرض بقى، لان احنا اتفقنا ان قلنا متلازمه القولون المتهيج ده مرض وظيفي مش مرض عضوي، يعني ملوش سبب مرضي. تمام، ده ملوش سبب مرضي. انما التاني ده زي مثلا اشهرهم في حاجه اسمها كرونز او القولون المتقرح، ده البراز بيبقى ده مدمم وقصه كبيره قوي، ده موال تاني، ده قصه تانية عشان ده بنفرق بين الاثنين. عشان افرق بين الاثنين استاذ حضرتك معلش في تليفون معانا تاني. اتفضلي مدام رجاء. مدام رجاء اهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا بشتكي بالقولون العصبي بقالي كذا سنه. تمام. بشتكي بالقولون العصبي بقالي كذا سنه. تمام. ورحت لدكاتره كتير ما خدت ادويه كتير، قال لي ده المعده تعبكي وخدي كونتالوك وخدي حاجات للمعده وما بروقش. طيب بحس في حمو جامد قوي قوي بطني. تمام. وبعد كده يا دكتور بحس ان زوري كله مش قادره ابلع ريقي منه. تمام، هو انت كده عملتي اشعه تلفزيونيه دكتور قال لي عندك القولون العصبي. تمام، هو انت كده عملتي يعني انت اشتكيتي من الجهاز الهضمي كله، لان انت برضه اشتكيتي هنا من ارتجاع مريء اللي عامل لك مشكله في الزور مع الحمو في المعده، ولكن كلمه متلازمه قولون عصبي يا استاذه رجاء دي محتاجه فحوصات تانية انت بتعمليها او الدكتور بتاخدي وتدي معاه في الكلام عشان تقدري تفسري له شكوتك ويفصل لك شكوتك، ده مهم قوي. القصة تابعيني بس مع الكلام اللي جاي يا استاذة رجاء، لان هنتكلم في الحتة دي وازاي طريقة الاكل والحاجات دي. تمام، شكرا. فتابعيني يا اتفضل حضرتك. تمام، نقول على الاعراض اللي ممكن نيجي لنا. اوكي. يبقى دي كلمة، يبقى ده العرض، احنا قلنا يا امساك يا اسهال يا حبة كده حبة كده، يا ايام او شهور امساك ايام شهور اسهال، يبقى بالتالي ما اقدرش اكتب روشتة واحدة للعيان على طول، دي حسب الحالة بتاعته اللي جاي لي بيها. كلمة متلازمة يعني إيه؟ يعني العرض مش بس مغص وبس. سؤال بسيط قوي، أيام الامتحانات محدش فينا أيام الامتحانات كده جاله مغص في بطنه وحاسس إن ضربات قلبه سريعة ونهجان ومش قادر يقعد على حيله وظهره وجعني وإيدي وجعاني، ما بيحصلش؟ ما هي كل دي الأعراض دي داخلة مع بعضيها، هي دي متلازمة القولون المتهيج. تمام؟ يصحبها دخول حمام، أرتاح أخش أرجع أبقى كويس. كملت الحمام حسيت ان انا خلصت الحمام كله فضيت كل الاخراج اللي عندي او لا، دي برضو احد متلازمات القولون المتهيج. ممكن يجيلك العيان بشكوى مختلفة تماما، ضربات قلب سريعة، تعملوا رسم قلب وتعملي له ايكو وتعملوا كل ده وفي الاخر ده قولون متهيج. زي ما الاستاذة قالت عندي حمو وحموضة. ليه؟ انت القولون اتفقنا القولون شكله عامل ازاي قبل ما نشتغل؟ مربع ناقص ضلع وفي قولون المستعرض. لو القولون ده اتنفخ هيعمل ايه؟ ما هو هيدوس على المعده. تمام؟ لما هيدوس على المعده هيخلي في ارتجاع في المريء، هيخلي في الحمض يطلع لفوق ياثر لها على زورها، هتاخد الادويه اللي هي قالتها، بس احنا ما عالجناش السبب الرئيسي في الموضوع. او ما تعاملناش، عشان كلمه علاج برضو ده بقى مرض، عشان ما يجيش تاني، احنا بس خدنا حاجه مهديه للموضوع. انت قلتي كلمه في منتهى الاهميه دلوقتي، ما يجيش تاني. ما وعدكيش هيجي قولون العصبي مرض،
من ساعة ما بنشخصه لغاية لما بيفتكروا ربنا المرض ده موجود. موجود معي. مفيش علاج ليه قاطع إن هو يتخذ له علاج قاطع. النهارده في الجمعية الأوروبية في روما بتتعقد يمكن كل سنة أو كل سنتين لدراسة أبعاد القولون المتلازمة القولون المتهيج. لغاية دلوقتي مش مفيش بروتوكول علاجي إنك تاخديه. أقول لك كده مبروك الحمد لله على السلامة. الرأس اللي بياخدوها والحاجات اللي دايما بتبقى موجودة في الشنطة على طول دي تمام، دي حاجات تساعد. لكن أنا ما عالجتش. طب معلش احنا معانا تليفون تاني وما عارفين حضرتك معانا. معلش في أي مدام هالة اتفضلي. حضرتك كنت عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي معاكي. تمام. حضرتك الدكتور انا عند القولون العصبي بطني بتتمتر جامد، بحس انها هترشق مع اني ما باكلش كتير. يعني ممكن تكوني ما بتاكليش كتير لكن بتاكلي غلط. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. بتمضغي الاكل كويس؟ انت سنك كام سنه الاول؟ 19 سنه. 19 سنه. طيب اسمعي معايا هاله كده، اللي 19 سنه ده ايه اللي حصل له دلوقتي؟ القولون محتاج ايه مننا؟ روشته التغذيه بتاعه القولون. اول حاجه النظافه. شكرا يا مدام هاله، احنا هنكمل مع الدكتور. اسمعيني. اول حاجه النظافه في الاكل، في الشرب، في الفاكهه، في الخضار، في الحمامات، في ضوافرك، في ايديك. ده هتساعدك للقولون وهتساعدك لجرثومه المعده اللي عامله قلبان في العالم. تمام. ممنوع الاكل والشرب من خارج المنزل، وخصوصا المقليات او المحمرات اللي من بره البيت. الاكل من غير شبع. تمام. ده مهم جدا. لازم ادي تلت وتلت وتلت بطن، تلت هواء وتلت اكل وتلت ميه. لازم امضغ الاكل كويس. ربنا خلق لنا السنان مش عشان نضحك بيها. ده ليها مهمه جدا. الاكل يبقى مستوي. اختيار نوعية الأكل، يعني مفيش حاجة اسمها أكل معين لناس معينة، مفيش. كل واحد ليه الأكل اللي يخصه هو. اختيار نوعية الأكل ده مهم جدا. طب والحاجات الشائعة اللي هي زي مثلا ما ناخدش فول كتير، بقوليات والحاجات دي. تمام. فعلا بتأثر. بس هتأثر على ناس وناس. وهسألك سؤال. هنفترض أنا وإنتي بناكل فول بنتعب. هل تقدري تتساوى اللي بياكل ربع رغيف زي اللي بياكل رغيف؟ لا طبعا. هل اللي بيمضغ زي اللي ما بيمضغش؟ اللي جابه من مصدر كويس زي اللي جابه من مصدر مش كويس؟ الفوله مستويه كويس او مش مستويه كويس؟ حتى الاكل اللي هو زي ما بقول لحضرتك تاكلي ما تشبعيش، ده مهم قوي. وفي حته مهمه جدا جدا الشعب المصري افتقدها، تنظيم مواعيد الاكل. ارجعي بالذاكره لورا، كان الفطار بميعاد، الغداء بميعاد، العشاء بميعاد. العشاء الساعه 6 طبعا. تمام. هل ده موجود دلوقتي؟ لا خالص. مش موجود. تمام. الحركه، التخن، الكرش، البطن ليهم دور كبير جدا جدا في الانتفاخ وفي الترشقة، اللفظ حتى الترشقة اللي قالته. ارتجاع المريء، الحموضة، السمنة ليها دور كبير جدا 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 في الموضوع ده. استاذن حضرتك في تليفون كمان. اتفضلي ام محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ماما. السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. عندي ابني عنده ارتجاع في المريء من وهو عنده 8 سنين. ارتجاع في المريء. تمام. هو يعني شاب بالوقت عنده 26 سنة. تمام. ودايما لما يعني هو تعبان عمل منظار مرتين أو ثلاثة. تمام. وبعينه مخفف يا دكتور، يعني عنده تعب حتى بالوقت ما يشكد القولون وما يشكد بوجع كده في صوته، مثلا صوت ممكن يروح. طيب انت سمعت يا ماما طريقه الكلام اللي انا قلته على الاكل والشرب دلوقتي؟ ايوه سمعت. طيب يا ريت ينفذه، ولو بيدخن ما يدخنش، ولو بيشرب غوامق كتير زي المياه الغازيه او زي القهوه والشاي بكثره لازم يقللهم على قد ما يقدر. تمام. لو بيستخدم مسكنات كتير ما يستخدمش مسكنات كتير، حاول انه ينظم مواعيد اكله على قد ما يقدر. تمام. يحاول انه يختار نوعيه الاكل اللي هو بياكلها اللي بتريحه. الموضوع ده هيفرق معاه كتير قوي قوي طالما هو عامل مناظير. المناظير ما طلعش فيها حاجه اسمها فتق حجاب حاجز. هي امي ام محمد فصلت خالص. تمام. هو طبعا الموضوع برضو بيبقى ليه بيتحدد فيه الوزن والسن والسمنه وطريقه الاكل
ونوع الاكل اللي بياكله وطريقه الاكل اللي بياكلها، الموضوع بيختلف بس تماما. بس في كذا سؤال الجمله حضرتك اللي هو علاقه المريء بالقولون. ما هو ده جزء من الجهاز الهضمي. اه فهو بس مش بالمريء بالقولون على طول، المريء بالمعده، بعد كده المعده بالاثنا عشر، بعد كده بالامعاء الدقيقه او الاملاء السمول انتستين، بعد كده بالقولون. في الاخر كله بيكون الجهاز الهضمي. تاني الجهاز الهضمي بيبدا من السنان ينتهي بفتحة الشرج. كل المسار ده كله حضرتك لو في جزء منه ما اشتغلش صح بالتبعية هيأثر على الجزء اللي تحتيه. عشان كده فايدة مضغ الأكل جيدا دي مهمة جدا. دي بقى الروشتة اللي هناخدها من حضرتك في نهاية تمام. الحلقة. تمام ده أساسي. دي الروشتة اللي عايزين ناخدها من الله. حضرتك. تمام. يبقى هي فكرة ان انا شخصت قولون عصبي او متلازمة قولون متهيج، جايه لي بضربات قلب سريعه، جاي بنهجان، جاي بوجع عظم، جاي بدوار، جاي بدوخه، جاي بعدم اتزان، جاي بقلق في النوم، تمام، مع تقلصات في البطن، مع انتفاخ بيحصل، مع تجشؤ كتير، مع تكريع كتير، مع بطني مش مرتاحه، اخش الحمام افضي، بعد كده ارجع ابقى مرتاح واتعب تاني، نوبات اسهال، نوبات امساك حسب الحاله بتاعت العين اللي انت جاي لي بيها. الاعراض اللي بتتشخص بتاعت متلازمه القولون المتهيج. هل تنصحنا بايه بقى في نهايه الحلقه دلوقتي؟ أول حاجة لازم أصاحب جهاز الهضمي. لازم من هنا ورايح يبقى معايا كده ورق وقلم، أو اللي ما معهوش ورق وقلم يشغل دماغه زي ما أنا قلت لحضرتك. أولا مش أدوية عمارة على بطال، ده ليها أدوية وأدوية غير اللي مش كلها زي الناس عارفاها. يعني الموضوع متلازمة القولون المتهيج ده ممكن يوصل لمرحلة أن دكتور البطنة يستشير دكتور نفسية وعصبية، ولازم الدكتور بتاع البطنة هو بيكتب الروشتة بتاعته لازم يحط حاجات تريح التقلصات اللي موجودة، وتشوف هل هو حركته زيادة عملاله إسهال يبقى ليه علاج، عملاله إمساك يبقى ليه علاج. تمام. عشان كده الموضوع بيختلف، ولازم أحط له حاجة تهدي، حاجات من المهدئات اللي بتهدي الحالة النفسية أو المزاجية. ولازم أشتغل على الستايل لايف أو أسلوب حياته، من مضغ، من شبع، من نوعية أكل، من طريقة أكل، طريقة طبخ، يبتدي يشوف من هنا ورايح إيه اللي بياكله بيتعبه، إيه اللي بياكله يريحه. كل واحد يراقب نفسه ويشوف ده لازم. مش هتخفي. وأهم حاجة في الموضوع ده كله إن لازم يبقى فيه علاقة مباشرة بين الدكتور وبين المريض. بمعنى لازم أسمع منه ولازم أفهم منه. ولازم العيان يقول الحكاية بتاعته صح ويفهم صح، ويا لازم يخرج من العيادة، خصوصا عيان متلازمة القولون المتهيج ده شرط اساسي ان ابقى خارج من العياده مقتنع ان ده التشخيص. لان لو ما اقتنعش هيلف الكره الارضيه. بالظبط. يبقى دي قناعه شخصيه، لان ده احنا قلنا مرض له علاقه بالعامل النفسي. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا، الحلقه ممتعه فعلا، ونتمنى حضرتك تبقى معانا تاني ان شاء الله، نتكلم على قولون تاني وحاجات تانيه كتير باذن الله. شرفتنا يا دكتور. اشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله.